لا لا بيحبوك جدا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا لولا. وانت طيب يا هاني يا جميل. منورانا النهارده ومشرفانا. وكل إستر وانتي بخير وانت جميل وطيب وسعيد وكل المصريين في مصر طيبين وسعداء يا رب. عجبتني الرقصه بتاعتك وانتي داخله. انا لسه هرقص. يعني طب عايزه اديك هديه حلوه. طب ممكن؟ طبعا. ايه دي؟ لا دي صندوق مجوهرات. يا صندوق مش مجوهرات بالظبط يعني. لا 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 حلوه ما تجيبش غير مجوهرات. بص يا هاني عشان احنا دلوقتي في عصر الصندوق. في عصر الصناديق. ايوه صح. فده صندوق من الصناديق عشان احنا كل حاجه لازم تتحل بالصندوق. ولما بنحلها اوكي بنلاقي ايه؟ ما هو الصندوق طلع. ايه ده؟ يا لولا ده بينوكيو. بينوكيو و كداب قوي 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 على طول مناخيره طويله كده من كتر الكذب. وبعدين انتوا حطيتوا له دان لا هو بقى كده سبحان الله الصندوق طلعه كده. يعني الصندوق على فكره دلوقتي ما بيجيبش غير الحاجات دي غير بينوكيو. كذب 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 كذب. لا بس خلاص اوكي ميرسي جدا. كل سنه وانت طيبه.